أسعد الله أوقاتكم وسلام الله عليكم، وأهلا بكم ضمن موعدنا المتعلق بقراءة جديد الصحف الصادرة هذا الصباح، ونستهلها كالعادة بالاطلاع على جديد الصحف الجزائرية التي نبدأ قراءتها بصحيفة الخبر. صحيفة الخبر عنونت صفحتها الأولى: تفاصيل مثيرة من محاكمة نساء داعش ببومرداس، قبور غارقة في المياه القذرة والفضلات ارحموا موتى الجزائريين. أصدر 4 تعليمات تحمل طابع الاستعجال، ولد عباس يدعو لاستغلال فضاءات ومنابر أهمها الحج. تلاميذ الابتدائيات تحت رحمة الأميار. نتحول إلى صحيفة الشروقية اليومية التي عنونت صفحتها الأولى: الاتحاد الأوروبي يطلب توضيحات من الحكومة بشأن الاستيراد. قال إن الكل يتعشى ويبات دافئ في العتيد. ولد عباس: أجهضت مؤامرة الأرندي لإنهاء الأفلان في 1997. مجهولون يذبحون سيدة بآلة لقطع الحديد في أشلف. نتحول إلى صحيفة الجزائر التي عنونت صفحتها الأولى: 3 نصوص تطبيقية لقانون المرور الجديد. وزارة الاتصال حرة في القرارات التي تصدرها، وهو تصريح أوردته صحيفة الجزائر لرئيس سلطة ضبط السمع البصري زواوي بن حمادي. الاتحاد الأوروبي يتخوف من انقطاع العلاقات التجارية مع الجزائر. نتحول إلى صحيفة البلاد التي عنونت صفحتها الأولى: تجميد منح السجلات التجارية لمكافحة التهريب على الحدود، أكبر عملية توزيع لمساكن عدل في جواني المقبل، أهمها تسليم 25,000 شقة بسيدي عبد الله وبوينان بالبليدة. في الصحف الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية نقرأ: الإسلام في فرنسا، الميثاق حول الإمام يقسم المسلمين. وهذا في لو كوتيديان دورون التي عنونت أيضا صفحتها الأولى: المناطق الحدودية تجميد منح السجل التجاري للتجارة بالجملة. نتحول إلى صحيفة لجور دالجيري التي عنونت صفحتها الأولى: الحكومة تبرر تجميد منح السجل التجاري للبيع بالجملة في المناطق الحدودية، سلال في زيارة عمل لولاية الوادي، وبرنامج عدل واحد يكتمل نهائيا مع نهاية 2017. كانت هذه مشاهدينا أهم ملفات الصحافة الجزائرية الصادرة هذا الصباح، ولمناقشة أهم ملفاتها معنا من الجزائر حفناوي بن عامر غول الصحفي. مرحبا بك حفناوي بن عامر غول، أهلا بك. في البداية سنتحدث عن وزارة الاتصال التي يبدو أنها حرة فيما ذهبت إليه من قرارات أصدرتها، وهو تصريح لرئيس سلطة ضبط السمع البصري زواوي بن حمادي الذي يقول أن وزارة الاتصال التي منعت وسائل الإعلام من تمرير رسائل المقاطعين حرة فيما تذهب إليه. فكيف تقرأ هذا الخبر حفناوي بن عامر غول؟ شكرا، السلام عليكم، اهلا وسهلا زميل المحترم. اولا عودتنا وزارة الاتصال منذ تعيين الوزير حميد قرين على التصريحات العشوائية والاعتباطية وعلى المصطلحات التي دخلت في مفهوم الصحافة بالتركيز دائما على أخلاقية المهنة، وكأن الوزير جاء ليجدد تعامل الصحفيين مع الصحافة في إطار الأخلاقيات. ولكن الشيء الملفت للانتباه أن دائما في كل استحقاق أو في كل موسم مناسبة وزير الإعلام حميد قرين نراه هو ومجموعة المسؤولين القائمين على الإعلام الرسمي أو على المستوى البث الإذاعي وسلطة الضبط دائما يطلقون شعارات ويطلقون يناقشون مواضيع غير مجدية وليست ذات فائدة ولا تضيف شيئا للمشهد الإعلامي الجزائري. حفناوي بن عامر غول، بالنسبة لكل مرة تكون فيها مناسبة انتخابية إلا وتتحدث الصحف عن مشاريع إنمائية كبيرة وخصوصا فيما يتعلق بالسكن،
صحافة الجزائر هذا اليوم وكثير من اليوميات تحدثت عن نهاية برنامج عدل وعن توزيع عدد معتبر من السكنات، هل يقترن هذا عادة بالدعوة للمشاركة في الانتخابات؟ هل يعتبر في قراءتك لهذا الموضوع نوع من الترغيب في المشاركة في العملية الانتخابية؟ لا، هو شيء باش نرجع فقط لنقطة جد مهمة في سؤالك السابق، خاصة تصريحات وبيانات وزارة العدل، وهو تدخل كبير في حرية التعبير وحرية الرأي بالنسبة للمقاطعين. إذا كان مثلا إذا كنا حبينا مثلا نديروا برلمان مليح أو انتخابات تكون نزيهة مثلا وشفافة، فتح الرأي أمام فتح القنوات أمام الرأي الآخر، على الأقل يكون هناك نقاش في هذا الموضوع. اما بالنسبه لما تقدم عليه السلطه عند كل استحقاق انتخابي، هو صح، هو شفنا في مثلا في العديد من مش قام ملف عدل واحد او عدل اثنين، شفنا في اغلبيه بلديات بلك كاين 51 او 60 بلديه على مستوى القطر الوطني التي افرجت عن قائمه السكنات فيما يخص السكن الاجتماعي، ثم فيما يخص اعاده اسكان او قضيه البناءات الفوضويه، وهذه دائما تدخل في اطار الحملة الانتخابية التي يراد من خلالها شحن الهمم واستعطاف المواطن من خلال المشاركة القوية. ولكن هذه دائما هم يركزون دائما على عامل الفشل، لأن من يستفيد من السكن؟ ونعرف حتى ردود فعل المواطن على القائمات التي تصدر هنا وهناك، لأنها قائمات مخدومة، مثلا قائمة عائلات أو قائمة حزبية أو قائمة للعب على أوتار المشاركة، وهذه ما عندها حتى تأثير على المواطن. ورانا نشوفوا في العزوف الاغلبيه الصامته في كل استحقاق انتخابي اللي منذ اكثر من 10 سنوات، في كل استحقاق انتخابي المقاطعات ازداد، وهذه اللي ما حبت السلطه مثلا تلعب على وتر توزيع السكن الاجتماعي او توزيع الاوهام على المواطن، نديروا له نخدموا له، وواحد يقول له مثلا ندير له مناصب شغل، وواحد مثلا نخدموا له سكنات، ولكن هذه دائما سياسه الفشل تنتهجها الحكومه. أقول حفناوي بن عامر غول، ما وصفته بالفشل هل يتعلق في أن هذه المشاريع تفشل تنمويا أم تفشل في إقناع الناس بالإقبال على صناديق الاقتراع بقوة يوم الانتخاب؟ هو في حاجة لازم نتفاهموا عليها، أن مثلا قضية البناءات التي تتم هنا وهناك، احنا صح كاين سكنات، صح كاين سكنات راهي تتبنى سكنات بشكل كبير، ولكن هذه السكنات هذه دائما تزيد في معاناة المواطن. الفشل ما هو في الفشل في كيفية التعامل مع هذه السكنات وفي كيفية توزيعها على مستحقها. الحكومة هذه دائما تزيد تشحن المواطن، لأن كي مثلا تفرج على قائمة في ولاية ما، قائمة سكنات اجتماعية أو قائمة مثلا سكنات عدل أو قائمة في إطار القضاء على السكن الناشئ، هذه تزيد تشحن المواطن، لان القضيه السكنه هذه ما تروحش الى مستحقها وما تروحش من المواطن اللي يسكن. اذا كان مثلا نعطيك مثلا في ولايه الجلفه، ولايه الجلفه هذه خامس ولايه على مستوى الترتيب الجمهوري في السكان، مثلا اذا كان عندنا مثلا 10,000 طلب في 2017 ويوزعوا 5,000 سكنه، من المفروض ان تعود 5,000 طلب، لا هي بالعكس، في المرة المقبلة يعود عندنا 15,000 أو 20,000. هذه السياسة نتاع هذاك تاع الكابر يا جماعة افونسي ولا لاريال، هذه دائما تنتهج الحكومة لأنها تتخاضع على بعض الأشياء وهي تحسبها هين وهو عهد الله عظيم. هذه ليش معناها حاجة سهلة، ما توزع السكن أو ما توزعش أو تشحن الناس الانتخابات، ولكن كاين حاجة احنا لازم نعترف بها، أن هناك فشل في كل القطاعات، وهذا شكراً. ما يؤدي إلى العفو. شكرا حفناوي بن عامر غول، شاركت معنا في مناقشة ملفات الصحافة الجزائرية الصادرة هذا الصباح. ومن أجل الاطلاع على جديد الصحف التونسية معنا غفران الحسيني من تونس. مرحبا غفران، وما جديد الصحف التونسية؟ أهلا زميلي عبد السميع، أحييك وأحيي كافة السادة المتابعين. جديد الصحف التونسية الصادرة اليوم نستهله من صحيفة الصحافة، وعنوانها البارز الذي تصدر الصفحة الأولى: أحزاب وقوائم ستمنع من المشاركة في الانتخابات البلدية.
حيث أكد أول أمس عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بوفون أن الهيئة ستحرم جميع المترشحين أحزابا وقوائم مستقلة من المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة في حال لم يقوموا بتسوية مديونيتهم وخلاص المستحقات السابقة التي تحصلوا عليها خلال الانتخابات بعد فشلهم في تجاوز عتبة 3% كما ينص على ذلك القانون. وحسب وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مهدي بن غربية فإن قيمة التمويل العمومي الذي لم يتم استرجاعه من الأحزاب المشاركة في انتخابات 11 و 2014 و 2000 بلغ 5 مليون دينار. بن غربية الذي قال أول أمس أن الحكومة باشرت بالإعداد المادي واللوجستي والقانوني لإجراء الانتخابات في شهر ديسمبر 17 و 2000 ولم يوضح إن كانت السلطات العمومية ستتخذ إجراءات الاسترداد هذه الأموال قبل الانتخابات وبعدها. وحسب الصحيفة نقلت عن منظمات المجتمع المدني أنه توجد 1487 قائمة انتخابية لم تقم بإعادة ما لا يقل عن 5 مليون دينار تونسي إلى خزينة الدولة. نتحول الآن إلى صحيفة المغرب وتحت عنوان القصة الكاملة لقضية البنك الفرنسي التونسي تقصير وتلاعب وفساد مالي قد يكلف الدولة غاليا. كتبت الصحيفة أن هناك مخاوف كبيرة من إمكانية تغريم البلاد التونسية بمبالغ مالية خيالية. هناك حديث عن ملياري دينار في صورة خسارتها لنبات يعرف بملف البنك الفرنسي التونسي المنشور حاليا لدى التحكيم الدولي جراء التقصير والفساد المالي الذي حام حول الملف منذ مباشرته سواء لدى الهيئة التحكيمية الدولية أو أمام القضاء التونسي. فملف البنك الفرنسي التونسي منشور حاليا لدى هيئات التحكيم الدولية ومن المنتظر أن تعلن خلال الأيام المقبلة عن تحديد المسؤوليات في هذا الخصوص. في المقابل لا تزال إحدى القضايا المتعلقة بالملف الحالي منشورة لدى القضاء التونسي تحديدا لدى محكمة الابتدائية التي يؤمل من ورائها تجنيب البلاد خسائر مالية كبيرة جدا في حال ثبت التقصير وثبت الفساد الذي اتهم به في هذه القضية. نتحول ختاما إلى صحيفة الصباح وتحت عنوان 212 قتيلا و 1315 جريحا على طرقاتنا في شهرين. تابعت الصحيفة ارتفاع حوادث الطرقات في تونس وما باتت تشكله من إرهاب على مستوى الطريق بلغت فيه عدد القتلى خلال شهرين 212 قتيلا فضلا عن 1315 جريحا. منظمات المجتمع المدني سارعت إلى دق مقاييس الخطر فيما أصبحت تعيشه الطرقات التونسية من حوادث قاتلة تودي بحياة مئات الأفراد. وهذا ما تم إطلاقه عليها إرهاب الطريق أو صفحات أو إرهاب السياقات المجنونة التي أصبحت تتعدى كل المحظور في عدد القتلى وعدد الإصابات وعدد الحوادث التي تسجل يوميا في تونس وأصبحت تقلق الرأي العام. هذا زميلي عبد السميع تقريبا أبرز ما تناولته الصحافة التونسية التي صدرت هذا اليوم. شكرا غفران، استعرضت معنا جديد الصحف التونسية الصادرة هذا الصباح واستثناء اليوم معي نصيرة مزواي لاستعراض جديد الصحف باللغة الأمازيغية. مرحبا نصيرة، زول فلك. أزول فلك عبد السميع، أهلا بك. أديني غزول ذم قران يكوي وقذ غدي توالين لوناقيا وذي تبع تزرارتنا المغاربية يوذي حملن تذويل تثغوري نغمسا أن روح دن واليا يسلن إيون دن حاوش إيوساقيا ودوالا غروان. الخبر البراءة لأغلبهن ومن بينهن زوجة المفتي الشرعي للتنظيم بالجزائر. تفاصيل مثيرة من محاكمة نساء داعش ببومرداس. قبور غارقة في المياه القذرة والفضلات. ارحموا موتى الجزائريين. بعد ترسيم أولمبي المدية لسقوط الموب، العنف يضرب من جديد بجاية. منح صلاحيات تسيير وتمويل المطاعم المدرسية للبلديات. تلاميذ الابتدائيات تحت رحمة الأميار. المساء تبون لا تغيير في معايير الاستفادة من السكن الاجتماعي.
3021 تاجر جملة ينشطون بدون محلات. تمهيداً لتطبيق قانون المرور الجديد، وزارة النقل ستصدر 3 مراسيم تنفيذية هذا الأسبوع. الحياة، بعد تصريحات بن يونس زوخ المقاطعون للانتخابات حريمية. زاهية بن عروس، من لا ينتخب في التشريعيات تنقصه الوطنية. جرين، اعتماد 10 قنوات خاصة بعد التشريعيات والبقية في 2018. صنعت على شكل حلوى بنكهة الفراولة، مخدرات جديدة تهدد الأطفال في المدارس. لا ديبيش دو كابيلي، تيزي وزو لا سيكسيون لوكال دو بارتي اي لي زيلو جيل لورز اكتيفيتي لو ار سي دي بير لا كومون دقبيل. بويغا، لا دي اس ا انكيت دون rééquilibrage du marché, l'opération de déstockage de la pomme de terre lancée. Coupe d'Algérie, MCA, GSK jouent pour une place au dernier carré. Le Classico, acte 2, c'est aujourd'hui. Le soir d'Algérie, Ould Abbès au candidat FLN, nous voulons la majorité absolue. Flux exceptionnel de réfugiés aux frontières. Le gouvernement gèle la délivrance des registres de commerce de gros. Les prix des légumes battent des records. L'expression « la main lourde de l'État », législative et télévision privée. Derbel appuie Green. إيثي كلت النظام نداون دينيغ العسلمان ونغارث ذويلت نوانث ذويلت ثغوري نيغ ميسان ذوقيان غيدي سلني وندنختار إيواساقيان أديري ذنا حسن نيت عماران أغميس أنغمس أدينيغ سيل زاير إيواكين أغديف كثغوري نس يغميسان بوساقيان حسن العسلمانيني نشرة الزول فلام عسلمانيني مازولي قادي غادي تاكن تمزوط لوانادي الزول فلاك يا حسن أنا بذو سوغميس نالخبر حسن راكي قار ذاكي يعني ذي طريق تم زواروث بوغميساكي راكي قار تفاصيل مثيره من محاكمه نساء داعش ببومرداس عفاش في فلاد يحكون الخفاراكي احسن اجمع اكد بني الضعول تما الناصيره وكي ذخم الشرع الولايه بومرداس يحكم سي لارفايك بدا الشرع كيني كي ولكن تجمع في تسكين يخدم لنا رفراف تسكين كاكي ديال رفراف روحا نرمي ثمرث ان سوريا دونك خام الشرع نتمول ولايه بومرداس ازان 44 مدن يحكم يعني البروسيا كيني اون جوستيس يرسن يعني 36 وحكمن يعني تحكمنا سن مازالي تندا 8 ديك سن لان سي فراوند نجمعنا لا يا سن تلاوين ايربرافنا كينيا يروحن يوكل الحمورث السورية وكنا تسكين ذي تجمعتني الربراف من قرن 11 لاني قال ديك شمن ديال القاعده ذاك تجمعتني من قرن القاعده ذاك ذي فريق ثوار فاع نغلو المغرب القاعده بور المغرب ني مو قال ذاك ذي وثن تديانت ورزمو يعني كا البروكيور دينا شنو يحكم ذي دي السنين ديال 18 شهر ثلاوينا كيون لا دي قال مي يحكم وخا ما كاينش راه لا كي قال مي سراح 18 بوين يعني المسؤوله من زون شملا كان غير كلانا فوق قرون تجمع ثاقيا نرف راف يحكمات يعني اصل براءة يعني انوسونتيت اكيتي من بعد يعني مي تديفا دي خاط صارفا وراويس ريما سي تاشي ريما سي تاشي دونك قال تي الدفاع ينس على الديفونس ينس نلاس في تسكرا ويعني وما كاين يوم تسكرا اللي في مسال تاكينا في لاوينا كي سكاد بن فلاس نافرن فلاس تيرقاز نسد اكاكيون يمي روحن غار سوريا نا مشمن اللي جمع تاكينا رفراف دار شو كان البروكيرور دو لا ريبوبليك اللي يسوق لا قرا غاتواليم يعني سنين لاقين الحبس اذا وين يحكم الناس اللي قد شكر ميغال للامان يكون يدي حبسن يكون يدي طفل يكون يفاقن قبل اتكيتيم يعني اتفهم تمرت الجزائر تروح مغارو خسار عندها أرى تقلوم سي قرائن ولا تقلوم سي قراي بويا هكا احسن دي الخبار نيضوني دي دان غومي ساكي غميس نلخبار دي هضر غفو غرفاز غف لا كونتين لا ريستوراسيون غرفاز احسن ايما هكي قرا منح صلاحيات تسيير وتمويل المطاعم المدرسيه للبلديات تلاميذ الابتدائيات تحت رحمه الامير ذا شنو يبغى دي نيغ الخبار
أسألي يا كم تزرد ترى ما تشيون دي سوا ثقيت سيدي ثمورة نتزاير دي لخصص تدريم تسوالينا كم كرس الدنيا يعني التلشوال تدريم تنغاين تصريف الدولار دي شرع يمكنان جرسن يعني لي كونتينا جينيا سكولير كم تزرد دي فوا تسيلي دا كان وسخصار دي فوا تسيلي دا لا مال جيستيون دي فوا تسيلي دي مام لا كوربسيون مام مارشي قادي مسفان الديركتور قيد وكوميرس واقينا بعد ما تخوات الشكاوية غافن شتاقيا دونك الدوله تفيسا كاقيا ديال الراي وكان سي ارزدات ذلم يورنا لي بي ا بي سي ديال الميران رئيس تكلفن يعني سوس الدون لي كونتيناقيا اغارفاز هكا حسن جماعة الاخبار ويس ثلاثة ذك غميس الخبر توجور حسن هكي قاردي هالدرغة في العنف ذك لي ستاد النار ذا شو غيقدران جير بجاية يعني ليكيب يجي تلعب المدية أكاد الدنيا الأولمبيك المدية أكثر بعث في المزين يعني في جاية الموب في مليلي ثنيا عندي ظران جالسن إضلي كنت ظري ظل الموب في اللاعة كان ديث مضيق ومضيق نينا زقواغ يعني الله زون روج كنا تصوب الله ليك دو بروفيسيونال دونك ذيني دي ظران من بعد الدقيقة في 83 عند ثرفات الأولمبيك المدية في ماركين إسوين ويسين إثرفات في جاية ميلة ميقلا وقموضيون أريوين ذينيك جاني يعني قد يتحبين كي ثربع ثقيا نفجيس نلموب بجنن دلغيض نسان خطر الماتش نيا في ملي ثقي ثلاث ديا الصد نيا لونيتي أفريقيا لونيتي مغربين يعني الوحدة الإفريقية دينا دي الجيس نعم من بعد كوماسين كاتن سيزار غار داخل الصد وجنرا يعني في ملي ثنيا كمل سشوال سلهول من بعد مي قلاو من نغنيا داخل الصد داخل بونار وثن سيزار غال برا فغندي وكنا درزنا كي أما ذي كوميرسون اما تي فارسين اما ذي لي كوميرسون جيمدان داني جاني غان للامان اكثر من داك جيني الصفوف نسين وسخدمن يعني لي بوم بلا كريموجاني وكنا تنفرقن داني جانا كاكيا طاس قال يجرحن دقي قال قيم يحملن ثربات نرموب هذه هو ربي تسوات لهنا حسن انا نروح غير غميس نلمس غميس المساء راه ديه الدار غافين تجارنا لي غروسيست حسن يقار داكي ذاك يعني ان غلاف ام زورون تمور السلاري سحبس لي روجيستر يعني غير يخدم لي غروسيست اي غار يخدم كاك حسن أكاد اللي ضاول سماع نصيرة ماشي حشان غميس المساء ثغمسة انت مورت الجزائر طاقة ديك السن فكان زال ام قراني غميسة جيني غاف ثغرق تنسن تام زهور في مي ام زون قارون الحكومة مسعد الملك سلال يكزميت ذي الراي يناسن يفكا اون نوت الى ريجستر دو كوميرس يعني السونتر ناسيونال دو ريجستر دو كوميرس لو سي ان ار سي يناس تحبسهم وتستكملها لي ريجستر دو كوميرس لو كرون يعني قال يزنوزون سلكرون اللي في ملاضينا جيني ديزكان في ديسا انت مورت للجزائر يعني لي زون فرونتاليير اي خطر من بعد ميخمن لونكات وفان ذاك اللي على حساب مسا بمالك سلال ان دازال نسالاف يعني ديك ماضي دي فكات كريريت ناس جماعه النواب ازال نسالاف 755 لي ريجستر دو كوميرس دو غرو ايغلانا كذا اللي مصنعين كيا لا فرونتيير ام بعد لونكات وفان ذاك اللي ازال 5825 يخمن كاك اوبجي دو كونترول ديال 3021 اكزيرس دي زاكتيفيتي ماشي دي لي زو لي لو كونينا دي المحلات ني ديكلارين سور لوجيستيك كوميرس وين داك لا تيرا طمادينا كاكي دي الولاد دي لي وراكي فرونتيير ودلادنا هذيك شي مزداغ طاس لي كوميرس واكي دو ديتاي ديجا بزاف في لاسون دا شو كان مال ولي داين يضرونا كاد كونار داك ني ويكي سان لي روجيستر دو كوميرس الكرو اي غا يوا كنا تستفايدين كوكي دي السلعه ني نالك سوفرني يتعاون الدوله يعني لا سوبفونسيون دي ماتيير دي دي, دي matière na des produits de consommation na tsawani fi ddoula subventionné fi na mouifkir am le pma am le gaz am le gasoil am squar am zit ou gada gini at faras nta gni tsili registre gya in sin tsawin yani isou fara gini sli quantité fi mqrani e wakin athro hana znouzou nta di tunis znouzou nta di maroc znouzou nta di mali znouzou nta di la libye wakin hada win el fayda ghafi alal afarour ddoula nta mourth nel jazair dayni gjan el حكومة أفوق رئيس مسعى بملك سلال يناسن يفكيس النوت ذو صغير نيروجيستر جيون تعودنا راه أثن تفكم أنا أمان نصيرا
هكا يتذهب مع الوقت. سمحي لي عنايك حسن اغميس نغ الخفار والسين دي سان دغ غميس كي كان اغميس المساء هادي هضر يعني غف لك سيدة فين يضرون ذك فردان نتمورت نغ حسن نظرة ذاك كنا تصل لك سيدة دي ضرانا لدغس من يجي ثان قارود اقارن دا يجي يعني غيك جان ثان غلاف الترونسبور نغ النقل السفغة ثلاثة إيسا دوفن ذا شوثن يعني القوى الناقي جديدة ندبوين هو كانت سنقص لك سيدة ثاكي حسن أكاد نيضا غليف نو ترونسبور مس بوجمع طالاي دي جمع نو نسينا لي سيناتوري يرد داك جيم يوم استقسيا جيو المومبر دو سينا سيناتوري مي سينا هذا شو يخدم مي وكيف تنقسم يخسر ناجي نغفيم قبري ناجي ذيك بردان ماشي زدينا بوجمع طالاي ناس ذاك نيا يا تروا تكس دابليكاسيون رولاتيف يعني اوز اكسي لا سيكوريتي روتيير على ديفون دي سمانه يجي فينا لا يعني سي الحد سكوزكا أكينا نعمد إيوما ضاقي إناث لي سيركولار أجينا القوانا جيو إناث ديجا إلاقا ثم مشارف نيان على باراي نيان سلسوني كاميونا جي تاوين السلعة نغ الكيراني نيان يتاوين الغاشين يدي دلون سلخصارة ثم قاوت ناس إلاقا تسعون ثم مشارف نريح تبن أشحالي روزلين أشحالي الدان أشحالي روزلين إناث دعني كاميونا يتاوين السلعة ذو غانا ذو ودزنين أثن ودزنين ذو كفردان أتظرن إسكع الدان تيلاس نغ قدر يعني كنقارن هما ضاقيني نغ سلعاني يبونا كينيا في سنين النظام ناس إيجاد نلقى السيات تساوت وقاذا جينا راي تساويني مزدار نغا راي تساوينا كاقيا بلوتو راي تساويني إمذاني نغا تساوي السلعة يعني لي شوفور لي زوطوبيوس لي كاميون دو ترونسبور ناس سعدين يوم ستاج دو فورماسيون وذا دا ريبوندين يعني 30 كاقيا تمثال يعني القوانين يحاسني اثني حرصن وذا ناخذ لي زوطويكول كذا يسلم هذين كذا دي تاون البرمين يسرق انا من نصيره هكا عجبه سمحي لي عنايك انا نروح غير وغميس للحياه احسن فيون الخفار ديو غادا غف تفرنت ليجيسلاتيف ردي دي ماي ايديت دون ان شاء الله احسن هذه الدراك يقار ذاك نزوخ المقاطعون للانتخابات حرايمية زهية بن عروس من لا ينتخب في التشريعيات تنقصه الوطنية أي غرض أننا نشتاق سينقيا حسن أكاد أن يضوى قيد الولاية أن الجزائر ثمان ناس مس عبد القادر زوخي خمني وثنتي رزان قلنا راه مناطق نروي بهذا قيد الجزائر ثمان ناس أكا يشغي لسيس ينادى ماكينيا قاد راك زمن يعني في فرانينا كي في جماعة النواب الدين دي ربعة ما قودي في الدون ذي حرايميا يعني الطاسي قوالان يعني ولي لا قران في المقام كا كيون يمضبرنا المسؤول الدولة تمورت الجزائر الدينية أول أما كي مي توالين ذاك النيا البويكوت لا غنديون وزريف يتشوف يوم ذا انا زايرين غتشوف كل سيتوان الجيريان هو كان يعني غادي اكسبريمي سي تون اكسبرسيون ميم لو بوكوت يعني اللي عندها يجزم انت فلاني سي تا ميساج بوليتيك سي تون اكسبرسيون اوسي الوزا لا لاكيد زاهيه بن عروس ولا نسات ديوس النايف يعني تجمع ثاني النواب سي ديبوتي اون بوكا براكين عم مرغول اي مي قارن تاج ناد لكني وين نفوط راه ما كني يخص لي الحماله نتمورت يعني اما كني وردي بارا يعني الهضره متاجي على حسب ميساجين الحياه الهضره متاجي وسوا النارا اي مي يا لي وين يسعى نزرف اللي في الرئيس اكن يولا يفا في الناس هكا حسن اغميس ان كارون وين يهضر نسترومي في حسن لا ديباش دو كابيلون سعر الوقت سمحا غير عليك حسن اجما هذه الدار غف بويرا كي قار لا دي اس ا اونكيت دان ري كي لابراج دو مارشي هذه الدار داكي يعني في لا بوم دو تيرن في البطاطا يبون يعني شحال يبون لي سيواد السنيع دن كي قار داكن لوبيراسيون دو ديستوكاج دو لا بوم دو تيغ لونسي افاش في ديحكو حسن اجما الغباراكي وجي اكاد نيض وجي غادي مضبره من زون لو ديريكتور يعني د لاغريكولتور ريجي ان توي الولايه توبيريت سيدي في كانكا جي ويوني سالي ان دي لا راديو لوكال ان داين دينا ذاك اللي الولايه توبيريت اد سوفار البطاطين الجماع ديال الشومبر فرواد وجي يعني سي القرار نتغلف نتفلاح في وكنا شيد اتري كيليبري يعني اتوزن امارشي جينيا من البطاطا مي زري ذاك اللي البطاطا الساك بوساكيت نزع 9000 كيلو بضل 10000 اللي هو ندات نزو انا مال 11 12000 دونك تو فوايا جينا سوفغ دي لي ستوكاج جينا دي لي دي لي زونتربو دو ستوكاج عندك يتجمعن دي لي شومبر فورواد اتي سوفغ واتي درنا رو مارشي ايوا كان اتصب دي سومينس اي دينيا ثاني ميرت حسن اجما ثغوري غارد في كيض غرمي سنه دينيا ثاني ميرت يك ايوا كذا اغدي ولاني وكذا اغدي سلان ثمنيتي دون ان شاء الله ذي الوقت نظن اولا غورك عبد السميع
شكرا نصيرة وشكرا لضيفك. مشاهدينا في كل مكان، لم يبقى إلا أن نتوجه إلى فقرة الكاريكاتير معا. انتهى موعدنا، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.